أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. وفاة الدكتورة منيرة عبد القادر الجاسم تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت. رحلت الدكتورة منيرة الجاسم بعد رحلة من العطاء، أستاذة مادة الجغرافيا، كانت دائما تدافع عن المظلومين وتدعم القضايا الإنسانية، وكانت دائما تدعو إلى الوقوف بجانب البدون الكويتيين. رحلت اليوم في أحد مشافي الإمارة، وآخر ما نشرته على حسابها الرسمي قالت أن الدنيا دوارة، ولكن ظالم يوم قد ينال عقوبة الله. إنها من سنن الله الكونية أن يرى الظالم نتيجة ظلمه يرتد عليه، حينها يسقط سقوطا قويا شاملا، وعلينا الحذر من الظلم بكل أشكاله. والأم السوية هي من تكرر ذلك على مسامع أطفالها وفي مرحلة شبابهم ولأحفادها، خوفا عليهم من غضب وعقوبة الله لهم. الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة. إن لله وإنا إليه راجعون. خالص التعازي القلبية لأسرة الجاسم. حزن شديد في الكويت، الله يصبر الجميع على فراقه.